توقف شنقول لك سي با تري ميشون ثلاثة ديال الاسابيع ضروري كانت الهيئه العليا كان خصها تبرد الامور لان هذاك الشيء خدا اكثر من يستحق لان مشى حتى تنقدروا نقولوا حتى العالميه بالنسبه لواحد لي بروبو اللي قالوا مع عادل الميلودي اللي تخادوا خارج النطاق والسياق ديال علاش هو كان معروض لانه هو كان معروض في البرنامج باش يهضر ويقدم لنا الاغنيه ديالو مع الشيخ اتراكس وهذيك الاغنيه كان كيعاود فيها على حياته الشخصيه هو والزوجه ديالو كان في الاغنيه تيقول انا كنضرب مرتي كتضربني تيقول هذاك الشيء بيناتنا مي هو في قالب هزلي والبرنامج ككل برنامج هزلي دونك عارفين حنا الميلودي شنو واقع عليه في بزاف ديال لي زافير والمشاكل دونك كان ضروري مازال ينبشوا عليه وياخذوا هذاك لا هو ماشي غلط مهني لان حنا في شهاده تي في اي فنان عنده الحق يجي ومرحبا به صديق القناه مفتوحه لاي فنان كوسوا صغير ولا كبير ولا كيما كان حنا في البرنامج راه ثلاثه ديال المرات ولا اربعه كنت كنقول وبالفرنسيه قلت للضيف الاخر سامي ناصيري حنا اون كوسيون با الهضره ديالو صديق وقلت ليه المراه ما خصكش تضربها لا في المغرب لا في فرنسا لا في اسبانيا لا في اي كنت ابقي هو كيتحمل مسؤوليه الهضره ديالو الناس طالبوا مني قال لك لا في البرنامج كان خص توقف البرنامج وتجري عليه باش شكون انا باش نجري عليه غندخلوا في حريه التعبير وفي بزاف ديال الحوايج دونك ما نظنش انه كان خطا من الجهه ديالي انا وهو الا بغى يجي لانه هو دابا كنظن على ما سمعت مؤخرا بانه هو اعتزل الميدان الفني ويمكن هاجر كاع من المغرب لا الا كان هو مازال يقدر يدوس في منبر اعلامي.